ويعني دايما استاذنا الحقيقه كابتن عادل طعيمه استاذنا في كره القدم، دايما بنستعين بيه في امور كثيره طبعا، خبرات كبيره كابتن عادل طعيمه. كابتن عادل تحياتي لحضرتك كابتن. هلا كابتن محمد، ازي حضرتك كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ بخير والله محمد، الحمد يا رب لله. دايما يا كابتن صحتك تبقى تمام يا رب يا كابتن. يا رب دايما يا رب حبيبي يا كابتن. طيب في البدايه كابتن خليني بس يعني واحنا بنتكلم كده، عمليه النهارده التشكيله اللي ممكن تكون بتختلف من مباراه لاخرى وثبات بعض اللاعبين وتغييرات في بعض اللاعبين، شفتها ازاي النهارده كابتن؟ الوضع طبيعي، الجدول معمول مضغوط بهذه الكثافه، مش موجوده في العالم كله، وبالتالي المدرب بيبقى عامل حسابه انه عنده بطولات، والبطولات دي مطالب ان هو ياخدها، وبالتالي بيعمل عمليه تدوير زي ما كان موسيماني بيعمل برضه في فترات كتيره، يمكن في الاخر ما كانش بيعمل، لكن كولر من ساعه ما جه وبيعمل عمليه تدوير بحيث انه في كل مركز يبقى فيه اثنين ثلاثه قريبين من بعض، وبيحاول ان هو بقدر الامكان انه يمشي الامور بشكل فيه توازن، بحيث اولا ما يبقاش فيه اصابات، وبعدين في نفس الوقت يبقى فيه نتائج ويبقى فيه تجهيز للناس كلها، وبيحاول ان هو يعني بيبقى فيه برضه تثبيت في بعض الخطوط الخطوط. يعني طب كابتن يعني خلينا اسالك كابتن، عمليه التدوير دي هل بيبقى تبقى عمليه حسابيه بيحسبها بشكل دقيق؟ يعني مثلا كابتن هنقول ان بيختار الفريق او الفريق اللي قدامه بناء عليه قوته او ضعفه او يعني متوسط المستوى، بيبتدي يشارك لعيبه معينه او يعني عدد معين من اللعيبه، ده ممكن يكون موجود عند كولر في ماتش زي النهارده كابتن؟ لا، هو بس الفتره اللي كان فيه حوالي يمكن 10 او 12 واحد مصاب، وبعدين هو طبعا بيبقى بيخشى انه يدخل واحد من الناس اللي هي كانت مستمره بقالها فتره كبيره، انه يدخلها ويبقى فيه اصابه تانية، وخاصه ان انت داخل على مرحله، المرحله اللي جايه محتاجه عناصر عندها خبره وفي نفس الوقت تبقى جاهزه. النهارده هو الراجل بقاله كذا ماتش بيعمل عمليه قرايه للمباراه، وزي ما انت حضرتك قلت بيعمل عمليه قرايه للفريق اللي هو بيلعبه، وفي نفس الوقت بيقسم المباراه بدرجات، يعني النهارده بيبدا مجموعه في وسط الملعب وبعدين بينهي بشكل اخر. صحيح صح يا كابتن طبعا. وشفنا التغييرات اللي عملها الشوط الثاني جابت نتيجه. جابت نتيجه جيده، وابتديت تسيطر على وسط الملعب بعد ما كنت فتره طويله السيطره في نص الملعب ما كانتش موجوده. فطبعا لسه برضو في بعض اللعيبه، يعني في ديانج وفي ياسر وفي شناوي وفي اكثر من لاعب، اعتقد ان هو في الماتشات اللي جايه هيبتدي يدفع بيهم علشان يوصل لماتشات الترجي، وهو الفريق كله يبقى يعني في مرحلة فنية وبدنية على أعلى مستوى، ويبقى قادر إن هو يعمل طريقة اللعب اللي من خلالها يقدر يعمل نتيجة محترمة مع الترجي سواء في الذهاب أو في الإياب. صحيح. يعني برضو احنا ما ننساش ان في عبد القادر برضو مصاب يا كابتن. خليني اقول لك بخصوص عبد القادر الحقيقه كابتن، شفناه الحقيقه بيعود بقوه بعد ممكن موقف كان ما بينه وما بين الراجل، وخلاص الامور كلنا قلنا ان عبد القادر ماشي. هل الموضوع دلوقتي مع قفشه وكولر ممكن يتكرر نفس وضع عبد القادر، ان وجوده على دكه البدلاء او خارج التشكيله بناء على موقف حصل هيستمر كتير يا كابتن، ولا ممكن برضو يعني انا قفشه عارفه من الشخصيات الحقيقه المحترمه جدا، الشخصيات اللي على طول متزنه يعني بيعود سريعا لو ممكن يكون غلط غلطه يعني. اتفضل يا كابتن. شوف والله يعني هو عمليه العواطف ديت، الحب والكره والحاجات ديت هي موجوده، بس موجوده بدرجات متفاوته. فانا لما اكون انا مدير فني وعندي 30 لعيب وكلهم بيلعبوا، وعبد القادر اخذ فرص كتيره جدا وما كانش بيأدي، يعني ما كانش بيدافع، وبعدين كل كره واخدها ما بيلعبش مع زمايله، بعكس الفتره اللي فاتت، الفتره اللي صحيح. فاتت بيلعب لعب جماعي مع زمايله، وبالتالي كل الناس شافت ان هو اتغير. الخطا بيبقى من المدرب ولا من اللعيب؟ ما هو برضه انا كمدرب عندي لعيبه، واللعيبه ديت المفروض انها يبقى في بيننا احترام،
وفي تقدير. التقدير والاحترام ده مش يعني اسلم عليه وسلم عليا. صحيح. لا، يحترم قراراتي. صحيح. انا بقول انك انت النهارده بره 18 تبقى بره 18. انت النهارده في ال11 تبقى في ال11. انت النهارده في ال18 تبقى في ال18 وتبقى قاعد مستعد لانك انت بتلعب في النادي الاهلي، اكبر نادي واحسن نادي في العالم. فانت بتنافس انديه العالم كلها، وانت يعني تبقى عارف قدرك واسلوبك في التعامل مع مدير فني عايز يعمل بطولات، وجاب بطولات، خمس بطولات، وبيسعى للمزيد. فانت قرارات المدير الفني لازم احترمها. صحيح. بالضبط كده زي الاب في البيت كل الولاد يكونوا بيحترموه. مش معنى كده ان المدرب بيبقى اب، ما اقصدش كده، انا اقصد انه يبقى فيه احترام لقراراته. صحيح. هو ادرى بمصلحه الفرقه. صحيح. النهارده عبد القادر عمل مباراه، طبعا مباراتين، ماتش الزمالك والماتش اللي بعديه، عملهم على اعلى مستوى، حاجه كويسه قوي. بس برضو الجانب الدفاعي لازال برضو في قصور. الكره القدم معروف انها الناس بتدافع، الفريق كله بيدافع والفريق كله بيهاجم. ما ينفعش ابدا يبقى في اثنين ثلاثه ما بيدافعوش. يعني طب انا يعني الفريق يتحمل ازاي، وبالذات اللي انت بتلعب فرق كلها، وخاصه اللي بيلعب في النادي الاهلي بتلعب فرق زي الجونه النهارده بيدافع ب 8 9 على طول او ب 10 على طول. وبالتالي انت محتاج لعيب بيتحرك، محتاج لعيب بيرجع يدافع، يعني بيلعبوا على المرتده. فطبعا ما ينفعش ابدا مره واثنين وثلاثه، وخاصه الناس اللي بتدرب في اوروبا زي كولر. ما ينفعش ابدا ان فريق يبقى في واحد فوق راسه ريشه ما بيدافعش. بس مين في العالم ما بيدافعش؟ خليني اقول لك يا كابتن، يعني احنا بنشوف ميسي ساعات ما بيدافعش يا كابتن، يعني هناك بعض ميسي مثلا ما كان ما بيدافعش، وكل واحد بيدافع ولكن بنسب معينه. لا لا لا. يعني لا، انا بختلف بقى معاك يا محمد. ميسي بيدافع يا كابتن؟ هو ميسي بيدافع؟ انت بتتكلم على ميسي دلوقتي؟ مثلا احنا بنتكلم على لعيب في العالم. بتكلم على ميسي وهو طالع وهو صغير، وهو لحد ما كان في برشلونه كان بيرجع يدافع، ومع الارجنتين كان بيرجع بس يدافع. مش هتبقى بنفس قوه مثلا بيقول مثلا كابتن في برشلونه لما كانوا موجودين مع بعض، يعني مش هتبقى بنفس القوه، كل واحد عنده نسب. يعني شوف يا محمد، انا مش هاخد مثل، وبعدين انا 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 راجل، محمد صلاح في ليفربول ما بيدافعش؟ لا بيدافع طبعا يا كابتن. اوكي، طبعا طبعا بيدافع. بس احنا كده بنربي ناس تربيه خطا. لا، انا المقصود يا كابتن، المقصود ان كل واحد عنده قدرات معينه من الحالات الهجوميه والدفاعيه ممكن يطورها زي ما حضرتك بتتكلم كده. وانت بتلعب في النادي الاهلي وانت راس حربه ما كنتش بتدافع؟ لا، ده كان قصه ثانيه يا كابتن. راس حربه كنا بنموت رايح جاي. لا ما انت اول خط دفاع. صح. انت محمد اول خط مدافع. لكن هو مفهوم الدفاع عند الناس كانت انت ترجع لورا عند ال 18 وتبتدي تدافع. لكن احنا طبعا عشان مركز احمد عبد القادر، مركز قفشه، مركز طبعا اسامه ابو علي دلوقتي، الموضوع بالنسبه لهم هو دفاع بشكل مختلف، يعني بطريقه مختلفه. ده المقصود. يعني انا بشوف الفتره، هتكلم على الفتره اللي فاتت ديت، انا بشوف انه الخمس بطولات اللي النادي الاهلي اخذهم كان الاطراف بتأدي واجب دفاعي وهجومي. صح. على اعلى مستوى، خصوصا في الماتشات الكبيره يا كابتن، يعني في الفرق الكبيره. وكان حسين الشحات وبيرسي تاو. صح. كانوا ده بيرجع ورا علي وده بيرجع ورا هاني. ومعاه النهارده بتشوف هل الكلام ده بيتطبق. طيب هل مثلا محمد مجدي بيأدي الواجب الدفاعي بتاعه؟ ما بيأدوش، فبقى انا الفرقه اللي قدامي بتبقى زياده عليا. وبعدين بيبقى ضغط على الاثنين اللي معاه في وسط الملعب. يبقى ضغط عليهم اثنين رايح عليهم اربعه. ولما يبقى في اثنين على الاطراف ما بيأدوش واجب دفاعي، يبقى الفرقه انتهت. وبعدين انا المفروض ان انا الحميه بتاعتي والرجوله بتاعتي ما ينفعش يبقى بيتي فيه مهدد وانا بتمشى، ما ينفعش. صحيح. طيب. وبعدين انا لما راجل انا في مدير فني كان بيديني وبيلعبني باستمرار وكان بيتحمل ان انا ما بقديش الواجب الدفاعي. لما اجي اتكلم معاه بطريقه مش كويسه، الراجل يعني مش هيحطها بقى في دماغه. لكن في ماتشات هو عارف الماتشات اللي جايه دي كلها مش هتتحمل ان في اثنين ثلاثه ما بيقدوش الواجب الدفاعي. صحيح. او اثنين ثلاثه هيزعلوا يا كابتن حقيقه. يعني النهارده انا شفت حسين الشحات اهو، يعني زعل الماتش اللي فات او اللي قبله وبيلعب اساسي. يعني الراجل عارف امتى يشاركك وامتى ما يشارككش. يعني وبرضه حسين لازم يحط في ذهنه
انه انت يعني الواجب الدفاعي بتاعك، انت راجل لسه يعني ما انتش عجوز ولا انت كبير ولا حاجه، بس يبقى في احساس بالجمهور اللي هو بالملايين، وبيبقى عامل حسابه انك انت راجل بتمثل النادي الاهلي ومعاك شعار النادي الاهلي، تبقى قلبك زي الحديد زي انت بتشوف النهارده اكرم توفيق. صحيح. طيب بيعمل ايه النهارده اكرم توفيق؟ قلب بيتحرك. حقيقي. قلب بيتحرك في كل حته. حقيقي. وسام اللي لسه جاي. النهارده شوف بيضغط ازاي وبيتحرك ازاي، على الرغم ان برضه لسه عمليه الانسجام جايه واحده واحده. صحيح. فعبد المنعم شوف اشتراكاته النهارده، محمود متولي شوف اشتراكاته عامله ازاي. صحيح يا كابتن. يعني طب ايه الفرق بقى بيني وبين الزميل اللي جنبي ما بيأديش الواجب الدفاعي، وكل واحد خايف على رجليه. صحيح. تلاقي لاعب خايف على رجليه والتاني بيكنس وبيحط دماغه في الكوره زي ما انت كنت بتعمل حبيبي كابتن، زي ما انا اقول لك انت لما يعني انت واحد بيشوط وانت بتحط دماغك.